أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المسح على الشراب فيه خلاف عند العلماء، وما هو الصحيح فيه؟ نعم، المسح على الجوارب هذا من مفردات الإمام أحمد، والدليل معه رحمه الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب وعلى النعلين، والجمهور يقولوا لا، الجوارب ما يمسح عليها، إنما يمسح على الخفين فقط. نعم، لكن الدليل أنه يمسح على الجوارب أيضا، لأنها حائل، حائل يغطي الرجل فيمسح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.